السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم تمارين على القسم 5-7 التصادمات المرنة في بعدين أو ثلاثة أبعاد للصف 12 متقدم مجلد 3 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2017-2018. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. ردد شعاري المثابرة. أقرأ أفهم أحفظ أطبق. مفتاح النجاح بعون الله في إيدك. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. جيب ورقة وقلم وتابع معي الحل خطوة بخطوة. لازم تقرأ المسألة مرتين ثلاثة أربعة حتى تقدر تستوعب شو المعاطيك وشو المسألة، كيف بدك تحل، كيف بدك تفكر. تسقط كرة كتلتها 3 كيلو جرام عموديا على أسفين مقدار زاويته 45 درجة متصل بالأرض بإحكام. كانت الكرة تتحرك بسرعة 4.5 متر لكل ثانية عند سقوطها على الأسفين، بافتراض أن التصادم لحظي ومرن تماما، فما كمية حركة الارتداد التي تتلقاها الأرض؟ إذن أول فكرة، الوتد، كون الوتد متصل بقوة بالأرض فإنه لن يتحرك أثناء التصادم، لأن الأرض ولأغراض عملية هي كتلة لا نهائية. ماذا نستفيد من ذلك؟ هذا يعني أنه يمكننا النظر إلى سطح الأسفين كجدار جامد، وتكون زاوية الانعكاس بالنسبة إلى المعدل الطبيعي مساوية لزاوية البرود بالنسبة إلى المعدل الطبيعي. يعني بعد ذلك لازم أرسم هاي الأسفين. رسمت المحورين كما أشار هو. هاي الزوايا كمية الحركة الابتدائية للكرة أو السرعة الابتدائية، هاي العمودي على سطح الأسفين. لو جينا نظرنا للشكل، لاحظ الزاوية هون 45 وهون كام؟ هذه 45، هذه 90، إذن هذه 45، 45 و45 و90 180، هذه 45 وهذه كام؟ 45، لأن هذه مع هذه 90، هذا عمودي. إذا هذه 45 إذن هذه 45، إذا هذه 45 إذن هذه 45 وهذه 45. إذن بما أن السطح العادي، إلى السطح الوتد يجعل الزاوية 45 درجة، هذا السطح العادي وهذا سطح الوتد، يعني المناقش اللي تناقشته بالنسبة للزوايا. فهذا يعني أن الزخم أو الكمية الحركة النهائية للكرة بعد نقطة التصادم حيكون أفقيا. إذن هاي كمية الحركة النهائية بعد التصادم حيكون أفقي بهذا الشكل، وهي زاوية السقوط وهي زاوية الارتداد. بما أن التصادم مرن تماما هو ذكر، بافتراض أن التصادم لحظي ومرن تماما، بما أن التصادم مرن تماما يتم الحفاظ على الطاقة الحركية، مما يعني أن طول متجه كمية حركة الكرة لا يتغير. يعني شو الطول؟ يعني كمية متجه كمية الحركة. بناء على ذلك كمية الحركة الابتدائية اللي هي هذه مركباتها على المحور X صفر، مركبتها على المحور Y سالب M في B الكتلة في السرعة. كمية الحركة النهائية اللي هي هذا منطبقة على المحور X، مركبتها على المحور X M في V ومركبتها على المحور Y صفر. تغيير زخم الكرة في التصادم هو الزخم، يعني كمية الحركة. إذن التغير في كمية الحركة يساوي كمية الحركة النهائية ناقص كمية الحركة الابتدائية، وكل هذول وكميات متجهة. بما أن الزخم الكلي محفوظ، زخم يعني كمية حركة، احفظ الاثنين،
في جميع الاصطدامات فإن كمية حركة الارتداد الذي تتلقاه الأرض في هذا التصادم هو كمية حركة الارتداد تساوي لسالب دلتا بي. إذن كمية حركة الارتداد تساوي ل سالب كمية الحركة النهائية ناقص كمية الحركة الابتدائية من داخل السالب داخل القوس تطلع، وتساوي لكمية الحركة الابتدائية ناقص كمية الحركة النهائية. منعوض بهذولي بصير عندك مركبات كمية حركة الارتداد، ناخدها بالقيمة المطلقة تطلع بتساوي الكتلة في السرعة في جذر 2، نحسبها بتطلع 19.09 كيلو جرام في متر لكل ثانية. عندك 3 أرقام معنوية، إذا تكتبها 9.1 كيلو جرام في متر لكل ثانية، هي كمية حركة الارتداد التي تتلقاها الأرض. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.